الحقيقة نحن يجب علينا أن نرجع إلى الكفاءات. العشائر كانوا مسلحين، الحكومة مو تخاف من الدينيين ومن مرجع التقليد، الحكومة كانت تخاف من بندقية العشائر. كشف الغطاء كان يطلب من الحكومة أو سلو الحسن فرشي إذا ما كانت الحكومة تصنع ذاك الشيء تهدده ب60,000 بندقية. لكن هؤلاء بلا كفاءات، جاء عبد الكريم قاسم وخطب خطاب بوجوب نزع السلاح، 8 ملايين عشائري كلهم وضعوا أسلحتهم، انتهى كل شيء خلاص. يعني ذاك اليوم قبل 20 سنة الذي وضعت أسلحة العشائر، ذاك اليوم احنا اخرجنا من العراق، مو قبل 7 سنوات 8 سنوات، لأنك بقيت بلا سلاح وعدوك مع سلاح يقتلك. هذا عدم الكفاءة التي كانت موجودة في العراق عند العشائر. تعال إلى لبنان، سعودية، ليبيا بلاد النفط، عراق بلاد النفط، كل هذه البلاد وغيرها ولا نريد التفصيل، هذول كلهم جماعة الردع المشهورة، لأن بفلوسهم برجالهم وبسلاحهم. كتائب 500,000 ما هم، كتائب وحزب الأحرار، هذول كلهم ما يصيرون 250,000، كلهم معا ما يصيرون 250,000. هذول ما نزعوا السلاح، وقفوا في وجههم وإلى اليوم أبدا مستحيل. وبخطاب الإذاعة يضعون أسلحتهم، كانوا يأخذونهم مثل الدجاج ويذبحونهم، لكن قالوا أبدا لماذا نضع السلاح، وإذا تريدون حربا فنحن مستعدون للحرب، وحاربوا بالفعل وأثبتوا كلمتهم وأثبتوا دينهم وأثبتوا مبدأهم وأثبتوا فكرتهم وأثبتوا سيادتهم على العالم. هم 250,000، 4-5 منهم ما تمكنوا أن يصدروا صحائفهم في بيروت، راح واحد منهم إلى فرنسا، واحد منهم راح إلى ألمانيا، واحد منهم راح إلى بريطانيا. ماذا صنعوا هؤلاء؟ هؤلاء صنعوا في هذه البلاد قوتهم الفكرية وهنا قوتهم السلاحية، وبقوا